في اصحاح 42 سفر التكوين عدد 1. فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصر، قال يعقوب لبنيه: لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ وقال: إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر، انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. فنزل 10 من إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر، وأن بنيامين أخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته، لأنه قال: لعله تصيبه أذية. يعقوب قال لهم: انتوا قاعدين تتفرجوا على بعض، روحوا لمصر لكي نحيا ولا نموت، لكي نحيا ولا نموت، لأن اللي مش هيمد إيديه ليوسف لازم يموت، اللي مش هيمد إيديه للمسيح وياخد من المسيح هيموت، ما يقدرش يعيش مهما كان الفكر والفلسفة والمنطق والعلم والترفيه والشهوات والغرائز وكل وسائل التسلية، لكن اللي مش هياخد من المسيح هيموت. اللطيف ان يوسف اللي موتوه، يوسف اللي موتوه كان سبب ايه؟ حياة ليهم. نفس الوضع، المسيح اللي موتناه بموته كان سبب حياه ايه؟ لينا. شوفوا قد ايه التطابق الحلو بين يوسف والمسيح. في موت يوسف لما رموه في البير وباعوه كان سبب حياه ونجاه ليهم، وفي موت السيد المسيح لما سلمناه على الصليب كان حياه ايه؟ لينا. فأتى بنو إسرائيل ليشتروا بين الذين أتوا، لأن الجوع كان في أرض كنعان، وكان يوسف هو المسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض. فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض. ولما نظر يوسف إخوته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم: من أين جئتم؟ فقالوا: من أرض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف إخوته، وأما هم فلم يعرفوه. فتذكر يوسف الأحلام التي حلما عنهم وقال لهم: جواسيس أنتم، لتروا عورة الأرض جئتم. هم شافوا يوسف وسجدوا له وهو عرفهم، وأول ما سجدوا له افتكر إيه؟ إن حزمته قامت وكل الحزم سجدت إيه؟ ليها، وان هو واقف والشمس والقمر وال 12 كوكب 11 كوكب بايه؟ بيسجدوا له. خدوا بالكم اخوات يوسف باعوه ليه؟ فاكرين ايه الكلمه اللي قالوها اول ما شافوه؟ قالوا: هو ده صاحب الاحلام، تعالوا نموته ونشوف احلامه دي هتعمل له ايه؟ هم باعوه علشان ما يسجدوش ليه؟ باعوه علشان ما يسجدوش ليه؟ لان هو عمال يقول لهم: ده انتوا هتسجدوا لي. فراحوا بايعينه: ورينا شطارتك هنسجد لك ايه؟ ازاي؟ لكن في واقع الامر هم باعوه علشان يسجدوا له. هم كان هدفهم انه ما يسجدوش ليه، لكن في واقع الامر هم سجدوا ليه لما باعوه. اول حاجه تذكر يوسف الاحلام. يا بعد 20 سنة، بعد 20 سنة يطلع الله صادق في مواعيده. كان يوسف يبص لنفسه كده وهو عبده وعمالين يشغلوه بالكرباج: بص لربنا، هو ده الحلم اللي انت وريتهوني؟ كان يبص يوسف وهو قاعد في السجن مرمي ومكبل، وزي ما شفنا في المزمور المرة اللي فاتت دخلت في نفسه او دخلت نفسه الحديد، اذلوا بالقيد او اذوا بالقيد رجليه، يقول: هو ده الملك اللي هتدهوني؟ لكن بعد 20 سنة تذكر يوسف الاحلام ان الله صادق في مواعيده. واللطيف ان اول ما كلمهم قال لهم ايه؟
جواسيس انتم، انتم جواسيس. اللي شاطر واللي صاحي دي نفس اللي شاطر واللي صاحي دي نفس التهمة، نفس التهمة اللي هم ايه اتهموه بيها. هم اتهموه انه جاسوس بيروح يقول لابوهم ويسلم عليهم، جاي يتجسس عليهم وينقل، برغم ان هو كان جاي يقدم لهم محبة، لكن قالوا له انت جاسوس راح تنقل لابونا، عشان كده خدوه رموه في البير. فاول حاجة قال لهم انتم جواسيس، نفس التهمة. فقالوا له لا يا سيدي، بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما. نحن جميعا بنو رجل واحد، احنا كلنا اولاد انسان واحد، مش معقول هنبقى جواسيس، وحتى لو كنا جواسيس مش هيرسلنا مره واحده كده يعني يضيعنا. نحن امناء ليس عبيدك جواسيس. فقال لهم كلا، بل تروا عورة الارض جئتم، عشان تشوفوا مواطن الضعف فين، شاف الارض. فقالوا عبيدك 12 اخا، نحن بنو رجل واحد في ارض كنعان، وهو ذا الصغير عند ابينا اليوم والواحد مفقود. فقال لهم يوسف ذلك ما كلمتكم به قائلا جواسيس انتم، بهذا تمتحنون، وحياة فرعون لا تخرجون من هنا الا بمجيء اخيكم الصغير الى هنا. ارسلوا منكم واحد ليجيء باخيكم، انتم تحبسون فيمتحن كلامك والهان لكم صدق، وإلا فحياة فرعون إنكم لجواسيس. فجمعهم إلى حبس 3 أيام. ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث افعلوا هذا وحيوا، أنا خائف الله، إن كنتم أمناء فليحبس أخ واحد منكم في بيت حبسكم، وانطلقوا أنتم وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم، واحضروا أخاكم الصغير إلي فليتحقق كلامكم ولا تموتوا. ففعلوا هكذا، وقالوا بعضهم لبعض حقا اننا مذنبون الى اخينا الذي راينا ضيقت نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقه. فاجابهم رؤوبين قائلا الم اكلمكم قائلا لا تاثموا بالولد وانتم لم تسمعوا، فهو ذا دمه يطلب. وهم لم يعلموا ان يوسف فاهم، لان الترجمان كان بينهم. فتحول عنهم وبكى، ثم رجع اليهم وكلمهم، واخذ منهم شمعون وقيده امام عيونهم. ثم امر يوسف ان تملا اوعيتهم قمحا وترد فضه كل واحد الى عدله، وان يعطوا بادا للطريق. ففعل لهم هكذا، فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك. فلما فتح احدهم عدله ليعطي عليقا لحماره في المنزل، راى فضته واذ هي في فم عدله، فقال لاخوته ردت فضتي وها هي في عدلي. فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا. لما زنقهم ووقعوا في ضيقه وفي مشكله وفي تجربه، افتكروا ايه؟ افتكروا خطيتهم، افتكروا ان يوسف كان بيبكي وبيسترحمهم وبيقول لهم ما ترمونيش ما تموتونيش، لكن هم سدوا ايه؟ اذانهم. عشان كده حسوا ان دلوقتي بيحصل فيهم ان هم في ضيقه، لو رجعوا من غير شمعون وكمان هيروحوا يجيبوا بنيامين، وهم عارفين ان ابوهم مش هيرضى يديهم بنيامين، حبوا ان هم يسترحموا ويبكوا، لكن قالوا مفيش فايده، اللي عملناه بيتعمل ايه فينا. وده احساس الانسان اللي عايش في الخطيه بعقده الذنب. في اوقات كتيره جدا الانسان لما يقع في ضيق او مشكله او في تجربه يقول اصل ربنا بينتقم مني، تطلع خطاياه على السطح، يفتكر خطيته، ده ربنا بينتقم مني، اصل هو ده ربنا بيخلص طاره، اللي عملته في الناس يتعمل ايه فيا، ربنا بينتقم مني. الاحساس اللي عنده شعور تملي بالذنب اول ما يحصل له ضربه كده، اه ده ربنا بياخد بطاره،
الانسان ده لسه ما فهمش، ما فهمش ان يوسف بينتقم ولا الله بينتقم. ربنا ما بينتقمش، ربنا ما بيخلص ستاره، ربنا ما بيوقعش في دقيقة علشان يخلص القديم. لا، ربنا مش كده، ربنا اكبر من كده بكتير. ربنا من اجل محبته بيقدم، بيصلح، مش بينتقم. مش كل ما تحصل لك مشكلة او دي هتقول اصل عشان انا عملت كده ربنا بينتقم مني. انت فاهم غلط. يوسف لما عمل كده ما كانش بينتقم من اخواته، يوسف كان ليه هدف كبير، كان ليه هدف حب، كان ليه هدف انه يرجع العيلة تاني كلها. ناس تسأل طب ما انت يوسف لما طلعت من السجن وبقيت يعني الرجل التاني وقعدت 7 سنين ما فكرتش تبعث لابوك وتقول له ان انا حي وتعالى اقعد معايا؟ ايه اللي منع يوسف من انه يقول لابوه انه لسه حي؟ يمكن وهو في السجن او عبد ما يعرفش يتصل بابوه، لكن وهو الرجل التاني في مصر كان يقدر يبعث يقول ليعقوب انا حي. لكن ايه اللي منعه؟ تفتكروا ايه اللي منعه؟ اعتقدوا ان ابوه مات؟ يعني في حاجة واحدة بس منعته، واللي هيقول دي ليه جايزة. برافو. حاجة واحدة بس منعت يوسف من انه يقول لابوه ان انا حي، محبته لاخواته. لانه لو بعت لابوه وقال له اخواتي عملوا فيا كذا وكذا وكذا، كان على طول اول قرار من يعقوب يصب لعنات، يصب لعنات على 10 افراد. لكن يوسف كان كل هدفه وخطته ان يخلي اخواته هم اللي يجيبوا ابوه لحد عنده. وخدوا بالكم ان عقدة الذنب دي ظلت ملاصقة لاخوات يوسف للاخر، لدرجة ان بعد ما مات يعقوب اترعشوا وراح قالوا له اسمع يعني ابوك كلمك وقال لك ايه، خد بالك من اخواتك وانسى اللي فات. قال لهم لا، انتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به ايه خير. هو كان بيحب اخواته جدا، كان بيحب اخواته جدا، علشان كده ما كانش عايز يعقوب يغضب من اولاده ومن اخواته. كان مش هيديهم بركة زي ما هنشوف في التكوين 49، ادى لكل واحد بركة. لكن لو كان عارف ان هو اتخدع من اولاده كان في لعنات تصب على 10. هنشوف ازاي قالوه له، هنوصل له. ما قالهمش كده، ما قالهمش انه روحوا قولوا له ان انتوا بعتوني وخدعتم ابوكم، لكن قال لهم بطريقة تانية. لان هنيجي في اصحاح 44 لما يروح يبعت يجيب ابوه نشوف هيبعت له ازاي. لكن لو كان بعت من نفسه، لو كان بعت من نفسه كان فيه مشكلة تانية تحصل. عشان كده في موقف كبير جدا بين الحب وبين العواطف. احنا في اوقات كتيرة احنا ما بنعرفش نحب او ما بنحبش. احنا ممكن نظهر عواطف للناس، يعني واحد وقع في مشكلة او في ضيقة يا حرام، ونروح نقعد معاه ونكلمه كلمتين ونطيب خاطره وبنفتكر ان ده حب. لا، ده مش حب، ده اسمه عواطف، اسمه شوية مشاعر وتنتهي بعد يومين ثلاثة. لكن الحب الحقيقي لو عايز تعرف انت بتحب اللي قدامك وما هياش مجرد عواطف، اسأل نفسك 3 اسئلة. اللي انت بتقول بتحبه قدمت له ايه؟ عملت له ايه؟ ضحيت من اجله بايه؟ خسرت علشانه ايه؟ لكن احنا ممكن عواطف، ياه نغرى عواطف من هنا لبكرة. فلان حصلت له مشكلة يا حرام، وقع في دقيقة يا سلام، ونروح ونقعد معاه ونعمل ونسوي. لكن كل واحد سأل نفسه طب انا عملت له ايه؟
خسرت من اجله ايه؟ ضحيت علشانه بيه. هنلاقي ان احنا عمرنا ما بنحب بعض، احنا نبدي مشاعر وعواطف. لكن يوسف كان بيحب، بيحب جدا، لدرجة انه فضل محروم من ابوه حتى لما الفرصة اتته. كان بيحب اخواته، صحيح عيط وبكى لان المشاعر والعواطف تحركت فيه، لكن اداهم امش، وبعدين اداهم زاد في الطريق علشان ياكلوا في الطريق من القمح زياده وما يمسوش القمح الاصلي. وبعدين فوق كل ده رجع لهم في بيتهم كمان لكل واحد فين في عزاله. ده يوسف اللي كان باين ان هو يبدو في جفاء او في شده، لكن يوسف ده كان في عمق الحب لانه تعلم ازاي يحب. براجع نفسنا على الاساس ده، احنا بنحب ولا احنا بنمثل على بعض بشوية عواطف وخلاص؟ ايه اللي انت عملته من اجل اللي بتحبه؟ ايه اللي انت خسرته من اجل اللي انت بتقول انك بتحبه؟ ايه اللي انت ضحيت من اجله عشان تقول انك بتحبه؟ لكن هما كان عندهم عقدة الذنب، طلعت الخطية قدامهم على طول. ده بيحصل فينا علشان احنا عملنا كده. لا، من فضلك الله غير منتقم، لكن الله مؤدب. لان لو ربنا حب ينتقم مفيش حد هيستحمل انتقامه. فطلع رؤوبين وقال هوذا دمه يطلب منا، نفس الكلمة اللي قالها اليهود على المسيح، دمه علينا وايه وعلى اولادنا. دلوقتي يقول لك دمه يطلب ايه منا. وبعدين موقف حلو، هم عمالين يتكلموا مع بعض وفاكرين ان يوسف مش فاهم، بينما يوسف فاهم كل شيء. بنفس الموقف اللي احنا بنعمله مع ربنا كتير، يقف الانسان ويقعد يحكي للناس ويحكي معرفش لمين ومين، ادي مشاكلي وادي خطيتي وادي تعبي، بينما يوسف واقف قدامه. طب ما تكلمه مباشرة، ما ربنا واقف قدامك. انت فاكر ربنا مش فاهم؟ فاكر ان ربنا محتاج الى ترجمان؟ لا، ده ربنا فاهم كويس وقريب، بس هي عقدة الذنب والاحساس بالخطية اللي بتحجب رؤية الله عن الانسان، اللي بتحجب الرؤية. فيبقى ربنا قريب جدا من الانسان والانسان مش شايف ربنا، او حاسس ان ربنا مش فاهم، ربنا محتاج لترجمان يترجم. الاحساس بالذنب، ساعات الانسان كده يخزن في الذاكره بتاعته مواقف معينه، هي مفيش حاجه بتتنسي، مفيش حاجه بتتنسي، لكن في حاجات بتبقى بارزه اول ما تحصل علامات كده او مشاكل تبتدي تبرز للسطح مره تانيه. بيشبهوها بان انت عندك صندوق كبير وحاطط فيه جوابات. لما تكون فيه جواب كبير، الجواب ده بيبقى ايه؟ بارز، تقدر تلقطه ايه؟ على طول. لما يكون في جواب صغير يبقى مدفوس جوه الجوابات، يتهيأ لك انه مش موجود، انه منسي، مش لاقيه، لكن في واقع الامر هو ايه؟ موجود. بس على حسب الامر، ان كانت حاجه كبيره تروح طالعه ايه؟ بسرعه. خطيه كبيره طالعه بسرعه، خطيه صغيره يعني اديني نسيتها. لا، مفيش حاجه بتتنسي لان كله بيتخزن في الذاكره. لكن الدور ان الانسان يعلن ويكشف قدام الله عشان يطرح خطايانا في ايه؟ في بحر النسيان. ما يفضلش الانسان تحت الشعور بعقدة الذنب، كل ما تحصل له مشكلة يقول اصل ربنا بينتقم مني، اصل عشان انا وحش، اصل عشان انا عملت الخطية الفلانية، ويبقى واقف حاسس ان ربنا عمال يحط له فخاخ وربنا عمال يعمل له كده. لا، ده الانسان اللي مش قادر يفهم ربنا، اللي مش قادر يثق في محبة ربنا. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ صح، 42 عدد 25 صفحة 72. ثم أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عجله، وأن يعطوا زادا للطريق. ففعل لهم هكذا، فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك. فلما فتح احدهم عجله
ليعطي عليقا لحماره في المنزل رأى صدته وإذ هي في فم عجله، فقال لإخوته: ردت صدتي وها هي في عجلي. فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين: ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ فجاءوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم قائلين: تكلم معنا الرجل سيد الأرض بجفاء وحسبنا جواسيس الأرض. فقلنا له: نحن أمناء لسنا جواسيس، نحن 12 أخا بنو أبينا، الواحد مفقود والصغير اليوم عند أبينا في أرض كنعان. فقال لنا الرجل سيد الأرض: بهذا أعرف أنكم أمناء، دعوا أخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعة بيوتكم وانطلقوا، واحضروا أخاكم الصغير إلي فأعرف أنكم لستم جواسيس بل أنكم أمناء، فأعطيكم أخاكم وتتجرون في الأرض. وإذ كانوا يفرغون عدالهم إذ صرت فضة كل واحد في عجله، فلما رأوا صرت فضتهم هم وأبوهم خافوا. فقال لهم يعقوب: أعدمتموني الأولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه، صار كل هذا علي. وكلم راؤوبين أباه قائلا: اقتل ابني إن لم أجئ به إليك، سلمه بيدي وأنا أرده إليك. فقال: لا ينزل ابني معكم، لأن أخاه قد مات وهو وحده باق، فإن أصابته أذية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية مجدا للثالوث الأقدس. وإحنا بنتابع حياة يوسف الصديق وشفنا قد إيه التطابق اللي بين يوسف وبين شخص السيد المسيح، من أول ما يوسف خرج من حضن أبوه زي ما المسيح ما خرج من حضن الآب وراح يشوف سلامة إخوته، لغاية ما إنه هو نزل لأرض مصر أرض العبودية زي ما المسيح صار عبد لينا. وشفنا لما يوسف انتظر على التجربة اللي مر بيها، تجربة امرأة فوتيفار، زي ما المسيح انتصر ايضا في التجربة على الجبل. وشفنا السجن اللي نزل فيه بين لصين او بين اثمة، زي المسيح لما نزل الى الجحيم الارواح اللي كانت مقبوضة في السجن بسبب خطاياها. وشفنا يوسف اللي بيفسر الاحلام او بيفسر الرؤى، زي المسيح اللي بيفسر او بيعلن لينا سر الحياة الابدية. وبعدين شفنا يوسف كملك او كالرجل الثاني في ارض مصر بعد فرعون، زي المسيح اللي حيملك وبيملك الان علينا. وشفنا المرة اللي فاتت بداية اصحاح 42 ان لما حصلت المجاعة وابتدى يعقوب واولاده يجوعوا ويحتاجوا، كان لابد ليهم ان هم يروحوا لمخلص العالم اللي هو صفنات تعنيح، الاسم او اللقب اللي اخذ يوسف مخلص العالم او خبز الحياة، كان لازم يروحوا عنده علشان ياكلوا من ايديه. لكن اللطيف والحلو ان اللي حرك اخوات يوسف ناحية يوسف عشان يروحوا لحد عنده ايه اللي حركهم؟ الجوع، الاحتياج. لما وقعوا في ضيقة ولما احتاجوا ولما اتزنقوا ابتدى الاتجاه ياخدهم ناحية يوسف. ولو بصينا لحياتنا لعل الانسان بيتساءل كتير: ليه ربنا بيسمح بالضيقة او بالالم
او بالاحتياج في حياة الانسان؟ الاجابة ان كل انسان بيتألم او كل انسان بيحتاج او كل انسان في ضيقة، ما تتذمرش، لان قد تكون هذه الضيقة هي التي تقودك الى يوسف. قد تكون هذه الضيقة هي اللي تقودك الى المسيح. قد يكون هذا الاحتياج اللي انت شعرت بمرارته هو الدافع اللي يدفعك ناحية المسيح. لكن هم اول ما تقابلوا وابتدى يوسف يكلمهم، ابتدوا لما اتهمهم بان هم جواسيس وجايين يتجسسوا الارض، ابتدوا يتذكروا اللي عملوه في مين؟ في يوسف اخوهم. وايضا حاجة لطيفة جدا ان في اوقات كثيرة ساعات ربنا بيلجأ لطريقة كده علشان خلاصنا. ايه هي الطريقة دي؟ انه يعاملنا زي ما احنا بنعامله، مش لانه بينزل لمستوانا، لا، يعاملنا زي ما احنا بنعامله علشان يفوقنا، عشان يورينا قد ايه احنا مخطئين. هم اتهموا ان يوسف كان جاي يتجسس عليهم، فدلوقتي التهمة بترد اليهم، انتم ايه؟ جواسيس. انت نسيت ربنا وساعات تركت ربنا وتخليت عنه، يقوم ربنا يسلمك لنفس المعاملة، يسلمك للترك وللتخلي، مش لانه بينتقم منك، لكن بيقول لك شوف ترك او طعم الترك والتخلي شكله ايه، عشان لما تتقرف منه وتشوف مرارته تعرف انت بتعامل ربنا ازاي. فهم اول ما وقعوا في الضيقة وحطوهم في الحبس واخد شمعون قالوا ده ربنا بيخلص، او عقدة الذنب ابتدت تظهر في حياتهم، الخطية اللي كانت موجودة ومستخبية ابتدت تظهر مرة تانية في حياتهم. وشفنا ان احنا كتير بنمر بهذا الموقف، لما تحصل مشكلة في حياتنا او ضيقة او تجربة نقول علشان خطيتنا ربنا بينتقم، ويبقى في احساس من جوه بالذنب واحساس بالخطية، عشان كده ما بيبقاش في راحة او سلام. لكن يتكلم ميخا النبي عن التبرير اللي بيديه ربنا للنفس اللي بتوب فعلا وتتغفر خطيتها، يقول ان هو ياخد اثامنا ويرميها فين؟ في اعماق البحر، في اعماق النسيان. عشان كده كل نفس ما زالت بتفتكر خطيتها وحاسه بعقدة ذنبها، النفس دي لسه ما تابتش ولسه ما تعرفتش بعمل المسيح. لكن اللي يحس بغفران المسيح ما يشعرش بخطيته، لان دم المسيح الخطيه دي مغفوره. على راي التامل اللي قلناه قبل كده، لما ربنا بيمسك خطيه الانسان ويرميها في اعماق البحر وبعد كده يحط يافطه على المكان ده، مكتوب عليه مفيش صيد، ممنوع الصيد. ليه؟ عشان ما ترجعش انت تصطاد خطيتك مرة تانية وتفتكرها، او علشان محدش يصطاد لك خطيتك مرة تانية، او عشان الشيطان ما يطلع لكش خطيتك مرة تانية. لكن التبرير اللي بيديه للمسيح الخطية اللي بتتغفر هي اللي بتترمي في اعماق النسيان. على رأي احد الاباء بيسألوه، طب ما هو معنى كده، امال ايه بقى الكلمة اللي بيقولها داود في المزمور، خطيتي اماني في كل حين؟ يعني كده المفروض الواحد يحط خطيته ايه؟ قدامه. فكان تعليق الاب ده يقول ايه؟ طب داود يقول كده لان داود ما كانش ليه مسيح، ما كانش المسيح جه لسه، عشان كده خطيته قدامه. لكن انت اللي ليك المسيح
لو فضلت الخطية قدامك ومش حاسس بالغفران انت بتهين عمل المسيح، بتهين عمل المسيح، كأنك بتقول يعني دمك ده ما بينفعش، ما الخطية لسه موجودة ايه ولسه حاططها قدامي. لكن التبرير او الغفران يجي في دم المسيح الكامل. بس خدوا بالكم خطيتهم دي ما كانوش هيرتاحوا منها الا لما يحصل حاجة معينة. ايه هي بقى؟ فضلت الخطية 20 سنة جواهم، وبعد 20 سنة الخطية ايه؟ طلعت. يعني 20 سنة دي ما كفتش ان انتوا تنسوا الخطية. ودي اكتر حاجة اللي بيقولها السيد المسيح واتكلم عنها الكتاب المقدس، ان الخطية حتى لو بقالها 20 سنة وانت كاتمها مش ممكن ترتاح الا لما الخطية دي ايه؟ تعلن. لما الخطية دي تعترف بيها، لما الخطية دي تطلع للنور. عشان كده يقول من يكتم خطواه لا ينجح. ولما ربنا بيقول ان احنا نطلع الخطية بره ونعترف بيها، مش علشان يذلنا او علشان يفضحنا او علشان يكسر نفسنا او علشان يعني يتحكم فينا، لا. زي المرأة السامرية، ربنا لما قال لها اذهبي وادعي زوجك ما كانش قصده انه يهينها او يفضحها او يذلها، لكن كان بيقول لها كده مش ممكن تستريحي الا لما الغلط اللي جوه ده ايه؟ تطلعيه. عشان كده فضلت خطية اخوات يوسف 20 سنة، بالرغم ان محدش كان يعرفها غيرهم، لكن فضلت لصقة فيهم وجوه قلوبهم تبكتهم وتنخصهم، لدرجة ان رأوبين قال احنا يعني كنا ايه لما كان بيبكي ويسترحمنا، كان فين قلبنا وفين احاسيسنا. لكن هي الخطية كده مش هيرتاح منها الانسان الا اذا اعلنها قدام المسيح في غفران المسيح وفي تبرير المسيح. لما اعلنوا خطيتهم وطلعوها ابتدت الامور تتضح اكثر قدامهم. ولو الانسان فينا قاعد يفكر في الجزء اللي احنا قريناه ده، هو يا ترى احنا زي اخوات يوسف ولا لا؟ هي خطية اخوات يوسف ان هم عملوا ايه؟ اساءوا الى اخوهم. وترى هذه الخطية تنطبق علي ولا لا؟ هل انا اسأت الى اخي؟ هل انا رفضته؟ هل انا احتقرت محبته؟ هل انا دمرت شيء في حياته؟ كل واحد ممكن يقول انا ما عملتش حاجة لاخواتي، اخواتي بحبهم. لكن الاخ ما هواش اخوك بالجسد فقط، لكن الاخ هو كل انسان. انت اسأت اليه واخطأت في حقه، ومش ممكن ترتاح الا اذا هذا الاخ اعتذرت ليه واعترفت بخطأك قدامه. يتكلم القديس يوحنا فم الذهب ويقول ويرفع كده على مستوى عالي قوي ويقول ان في حاجتين خطيرين جدا في حياة الانسان. اول حاجة بيسميه سر الافخارستية اللي هو سر التناول. يقول ان في سر التناول ده يعني احنا بناخد اعظم شيء، بنتحد بالمسيح فيصير كل مال المسيح لينا، بنبقى احنا والمسيح واحد. ولو سرحنا في الكلمة دي احنا والمسيح واحد يعني معنى كبير جدا جدا. لكن سر الأفخارستية ده في عظمته وفي مجده وفي امكانياته يبطل
وملوش فايدة بحاجة تانية اسمها سر الاخ. ايه سر الاخ ده بقى؟ يقول فيه سر، وهذا السر مرتبط بالاخ، وهنتكلم عن سر الاخ بعد شوية واحنا بنتكلم في يوسف. لكن عشان افهمكم المعنى، نفس المسيح قال الكلام ده، قال ان رحت وقدمت قربانك على المسبح وتذكرت ان لاخيك شيء، اترك قربانك لان القربان مش هينفع، واذهب اولا واصطلح مع ايه؟ مع اخيك. دور على سر الاخ الاول، دور على سر الاخ الاول، حينئذ تستطيع ان تتمتع بسر الافخارستية. اصل سر الافخارستية معناه هو عبارة عن ايه؟ خبز وخمر يتحول الى جسد ودم. الخبز ده عبارة عن ايه؟ عن حبات قمح كانت متوفرة في حقول كتيرة من البلد دي ومن البلد دي ومن البلد دي، حبات قمح من حتت مختلفة اتجابت واتحطت واتطحنت وصارت خبزة ايه؟ واحدة. وعصير الكرمة كان عبارة عن حبات عنب متنطورة في كروم كتيرة اتجمعت واتداست واتعصرت وبقت كاس ايه؟ واحدة. ده سر الاخ، سر التناول. عشان كده الكتير بيتكونوا ويتحولوا الى واحد. لو سر الاخ مش موجود وفي خصام وفي عدم محبة، في عدم غفران وفي عدم خدمة، مش ممكن يتجمعوا ويصيروا ايه؟ واحد. عشان كده يبطل السر. عشان كده سر التناول يرتبط بسر الاخ. موقفك من الاخ، من الاخر. ما تقدرش تتمتع بنا للمسيح اذا كان هناك ما يعطل سر الاخ. فدول كان عندهم تعطيل تجاه الاخر او هذا الاخ اللي هم اساءوا اليه. تقول ما انا ما اسأتش لحد وما زعلتش حد، على الاقل في اخ واحد انت زعلته. يمكن ما زعلتش قرايبك واخواتك اللي حواليك، لكن في واحد لازم تكون زعلته. عارفين الاخ ده هو مين؟ هو المسيح. يقول صار اخا او بكرا بين اخوة ايه؟ كثيرين. الاخ ده على الاقل انت زعلته واسأت الى محبته، انت رفضته. يقول ان يوسف بالرغم من ان هم قالوا ان ده ذنبنا اللي عملناه فيه، لكن هو امر بان فضتهم ترد اليهم، وان هم ياخدوا قمح زي ما هم عايزين، وعلى حسب حبه وعلى حسب عطاءه الكبير اداهم ايضا زاد للطريق علشان ما يستعملوش القمح اللي هم ايه؟ اشتروه. لكن في عدد 28 شوفوا الموقف، يقول فقال لاخوته، لما فتش وجاي ياكل الحمار بتاعه واحد من الاخوات فلقى الفضه بتاعته موجوده في الخرج بتاعه، فقال لاخوته ردت فضتي وها هي في عدلي. فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا. ادي الاحساس بالذنب. ايه اللي ربنا عمله فينا ده؟ ده اكيد ربنا بينتقم، ده اكيد ربنا بيخلص القديم. ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ حتى لو 20 سنة مرت على الخطية، لكن من غير ما الخطية دي تطلع وتعلن تفضل تعب الانسان. وبعدين يقول ان هم جاءوا الى يعقوب ابيهم الى ارض كنعان واخبروه بكل ما اصابهم، وكلموه على ان
يوسف قال لهم انتم جواسيس، وبعدين قالوا له لا، فقال لهم طب سيبوا شمعون وروحوا ودوا الاكل لاهلكم وتعالوا لبين يمين معاكم وانا اديكم اكل تاني. وبعدين في عدد 35 يقول واذ كانوا يفرغون عدالهم اذ صرت فضة كل واحد في عدله، فلما رأوا صرر فضتهم هم وابوهم خافوا. ليه خافوا؟ ليه خافوا بقى؟ انه اتهمهم بالسرقة. طب ده هو سابهم ومشوا وبعدوا عنه، يوسف عمل كده ليه؟ اللي هيجي لي جايزة. لا، هو هيرجعهم بشمعون، لكن عمل كده ليه؟ ما هو حاج الشمعون عشان يجيبوا له بنيامين، لكن ليه رجع الفضة تاني؟ مش كل حاجة الفلوس. بمعنى اخر كان ايه؟ يعني انت بتقرب يطمنهم علشان يرجعوا تاني. يطمنهم ازاي؟ يعني بيقول لهم انا بحبكم عشان كده انا بديكم تمن الايه؟ القمح بتاعكم. لكن هم لان ضميرهم سيء فهموا الحب ايه؟ غلط. ده يوسف بيديهم عطية، لكن لان جوه عقدة الذنب ما زالت موجودة والاحساس بالخطية ما زال موجود، عشان كده كل المعاملات اتفهمت غلط. ما هماش نضاف من جوه. في اوقات كتيرة بنعملها مع ربنا، يبقى ربنا بيقدم حب وبيقدم عطية واحنا نخاف. ما هذا الذي صنعه بنا؟ لان احنا مش فاهمين، لان القلب اتأسى بغرور الخطية بنفهم معاملات ربنا غلط. ده بيقدم لهم حب يوم هم يخافوا، لان ما زالت عقدة الذنب تعمل ايه؟ جواهم. عشان كده ما نحكمش على اعمال ربنا بالاحاسيس البشرية، بل خليك متأكد تملي وواثق من ربنا وفي رحمته. هم كل المنظر اللي شافوه، يوسف اللي بيحط شمعون في السجن وبيتهمهم ان هم جواسيس، لكن ما قدروش يشوفوا ما وراء هذا، ان ما وراء هذا يحمل حب ليهم. لكن هم بصوا ان الحب ده خوف وعداوة وكراهية. شبهها قداسة البابا في الشعر بتاعه بمعنى جميل جدا، يقول له كده: يا قويا ممسكا بالصوت في كفه، شكلك انك قوي وماسك الصوت وبتضرب، لكن الحب يبني ايه؟ مدمعك. لو قدرنا نفهم معاملات ربنا صح، كل ما نقع في ضيقة يمكن الضيقة دي هي اللي تقودك ليوسف. ما تخافش من الضيقة، ما تخافش من الالم، وما تخافش من التجربة، لان الله احنا بنثق في رحمته وبنثق في اختياره. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا عن الام الراهبة اللي بتقول لربنا كده: يا الله انني كثيرا لا افهمك، انت بتعمل كده ليه معايا؟ ولكني اثق في حبك. صحيح ما بفهمش انت ليه بتقسو احيانا، لكن انا متأكدة منه ان انت بتحب وبتحبني جدا. دي النفس اللي تشعر بالمحبة حتى من خلال ضرب ربنا ليها، هي النفس اللي قدرت تحس بالتبرير، ما عندهاش الشعور بالذنب او الاحساس بالذنب. لكن النفس اللي ما جازتش هذا الاحساس، كل ما تحصل ضيقة: اصل ربنا بينتقم مني، اصل ربنا بيخلص اللي فات، اصل ربنا بيعمل. دي النفس اللي ما عرفتش وما فهمتش ربنا، ما فهمتش ان ربنا انه ممكن يمسك بالصوت، ولكن وراء هذا الصوت حب، حب كبير جدا. فراح صرخ لهم يعقوب وقال لهم: ايه اللي بتعملوه ده؟ يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه؟
يعني انتوا خلاص عايزين تنحدروا بشيبتي الى الهاوية؟ لا، ما تاخدوش بنيامين. كنت بقرا كتاب حلو كده، فجت سيرة الموضوع ده في بستان الرهبان، يقول الحكاية عن واحد راهب اسمه الانبا اغاثون. انبا اغاثون ده كان من ضمن كبار اباء البرية، كان تابعي، فهم عندهم عادة كده ان اللي يعيا يجيبوهم في اوضة ويحطوهم زي عنبر كده ويخلوا اتنين تلاتة من الرهبان الصغيرين يخدموهم زي مستشفى صغيرة كده. فكان رائد الانبا اغاثون وجنبيه شيخ تاني كبير، عيانين هما الاتنين، وكان تلميذ صغير عمال يقرا لهم الكتاب المقدس، فكان بيقرا لهم الاصحاح ده. فلما جه عند الحتة دي وقال يعقوب عمال يعيط ويقول يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه وتحضرون شيبتي الى الهاوية، فقام الشيخ اللي راقب جنبه ده قال انت ايه يا يعقوب، يعني انت طماع، ما عندك 12، لما يتاخد منهم اتنين يتبقى لك 10، يعني زعلان على ايه يعني، ما في 10 غيرهم. فبصله الانبا اغاثون كده وقال له اصمت يا شيخ، اذا كان الله قد دعاه بارا فمن ذا الذي يدينه؟ اذا كان ربنا قال على يعقوب بار انت جاي تدينه على تصرفه، لكن هنفهم ليه يعقوب كان فيه حزن شديد جدا لان يوسف فقد وشمعون فقد وبنيامين يطلبونه. نكمل في اصحاح 43. وكان الجوع شديدا في الارض، وحدث لما فرغوا من اكل القمح الذي جاءوا به من مصر ان اباهم قال لهم ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فكلمه يهوذا قائلا ان الرجل قد اشهد علينا قائلا لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. خدوا بالكم الايه دهيت هربطها بسر الاخ اللي اتكلمت عليه في الاول، لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. ان كنت ترسل اخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما، ولكن ان كنت لا ترسله لا ننزل، لان الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. فقال اسرائيل لماذا اسأتم الي حتى اخبرتم الرجل ان لكم اخا ايضا؟ فقالوا ان الرجل قد سأل عنا وعن عشيرتنا قائلا هل ابوكم حي بعد؟ هل لكم اخ؟ فاخبرناه بحسب هذا الكلام. هل كنا نعلم انه يقول انزلوا باخيكم؟ وقال يهوذا لاسرائيل ابيه ارسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت، نحن وانت واولادنا جميعا، انا اضمنه من يدي تطلبه. ان لم اجئ به اليك واوقفه قدامك اصر مذهبا اليك كل الايام، لاننا لو لم نتوانى لكنا قد رجعنا الان مرتين. يعني كنا رحنا واشترينا مرتين لو ما كسلناش وانت منعت بنيامين. فقال لهم اسرائيل ابوهم ان كان هكذا فافعلوا هذا، خذوا من افخر جني الارض في اوايتكم وانزلوا للرجل جدية قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيرا ولتو كان سهوا، وخذوا اخاكم وقوموا ارجعوا الى الرجل، والله القدير يوفيكم رحمة امام الرجل حتى يطلق لكم اخاكم الاخر وبنيامين، وانا اذا عدمت الاولاد عدمتهم. فاخذ الرجال هذه الهدية واخذوا ضعف الفضة في ايديهم وبنيامين، وقاموا ونزلوا الى مصر ووقفوا امام يوسف. فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته ادخل الرجال الى البيت واذبح ذبيحة وهيئ، لان الرجال يأكلون معي عند الظهر. ففعل الرجل كما قال يوسف وادخل الرجل الرجال الى بيت يوسف. فخاف الرجال اذ ادخلوا الى بيت يوسف وقالوا لسبب الفضة التي رجعت اولا في عبالنا، نحن قد ادخلنا ليهجم علينا ويقع بنا
ويأخذنا عبيدا وحميرنا. فتقدموا الى الرجل الذي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت وقالوا استمع يا سيدي اننا قد نزلنا اولا لنشتري طعاما، وكان لما اتينا الى المنزل اننا فتحنا عدالنا واذ صدت كل واحد في عجله فضتنا بوزننا، قد رددناها في ايدينا وانزلنا فضة اخرى في ايدينا لنشتري طعاما، لا نعلم من وضع فضتنا في عدالنا. عصد نحن نقرأ الحتة دي كلها عشان تطلعوا لي ملاحظتين.